سوسن أو سوزان، شابة تونسية تثير جدلاً واسعاً في تونس بعد صعودها على ركح قرطاج خلال حفل راغب على مان. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس منذ ليلة الأربعاء الماضي مقاطع فيديو توثق صعود شابة تونسية على ركح مسرحي قرطاج، وذلك خلال سهرة افتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون التي أحياها الفنان واللبناني راغب علامة. وقد لقي المقطع الذي وثق صعود الفتاة واستمتعها بالرقص على ألحان أغنية استمارة 6 مع المطرب اللبناني تفاعلا واسعا. وتصدر عنوان سوسن أو سوزان كما اختارت أن تصرح باسمها العناوين بمختلف وسائل الأعلام التونسية. وكانت الشابة قد طالبت في منشور لها عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي بموقع الانستغرام لمسح مقطع الفيديو المتداول من أجل عائلتها، وأشارت الفتاة إلى أن رقصها كان فقط للترويح عن النفس وأنها كانت حركة عفوية لم تقصد بها شيئاً. وتباينت الآراء واختلفت حول هذه الواقعة، فهناك من رأى رقص المعجبات على الركح أمراً معهوداً ليتم نشر مقاطع سابقة ليس فقط لمعجبات بل حتى لفنانات كن قد شاركن مطربين عالميين رقصات على الركح سواء عفوية أم تم التحضير لها مسبقاً. وهناك من شن موجة من الانتقادات حول مشاركة المعجبات للفنانين الرقص على الركح،